السلام عليكم. في فقرات كده بحس ان ضيوفي فيها هياخدوا ثواب كبير، والفقره دي تحديدا انا متشرفه وفرحانه واخده طاقه ايجابيه حلوه قوي، وعايزه كل واحده صاحبتي بتتفرج علينا دلوقتي تشد كده ابنها لو عندها ابن شاب كده من ولادنا تقعده جنبها، وكل ابن بلد جدع يقعد معانا كده عشان هينبسط قوي بالفقره دي. واي حد عنده احباط او متضايق او شايف ان الدنيا حاطه عليه يجي دلوقتي علشان النماذج اللي موجوده معايا ارجل ناس في الدنيا، ارجل بس كلهم انوثه ورقه وحنيه وطيبه، ستات جدعه، بنات بلد بحق. أنا ما شفتهم، يعني عايزة كده أقول لهم ألف شكر لوجودكم ومتشرفين بيكم، وقلت لهم حتى يا بخت ولادكم بيكم لما يشوفوكم كده ويتعلموا منكم يعني إيه مرجلة. معايا اتنين ستات وفي زيهم آلاف. الست المصرية دي ست جدعة وشديدة وراجل وتسند. مش عايزة أطول التقديم لأن أنتوا لما تشوفوهم هتفرحوا بيهم زي ما أنا فرحانة بيهم. معايا أخت من إخواتنا بتشتغل حدادة، وأخت تاني من إخواتنا بتشتغل نقاشة، مهنتين من أصعب المهن على الرجالة، لكن هما بيشتغلوها بمنتهى الجدعنة وفرحانين بنفسهم، واحنا كمان هنفرح بيهم وحضراتكم هتفرحوا بيهم لما تسمعوا عن تجاربهم. معايا الجميله الاستاذه شروق محمد نقاشه. اهلا يا شروق، ايه القمر ده؟ يا رب يخليك. اسم الله عليكي وعلى جدعنتك وعلى مرجلتك وعلى جمالك. امرايا اسم الله، اسم الله عليكي. ومعايا كمان الهانم الجدعه ست الكل الاستاذه سعاد السيد حداده. يا سعاد، اهلا بحضرتك. ايه القمر ده؟ ربنا يبارك فيك. والنبي انا فرحانه بيكم فرحه وحياه ربنا، وقاعده كده متشرفه، وانا نفسي يعني نبقى اصحاب واصدقاء، لان اللي في حياتهم ناس زيكم عمرهم ما يتكسروا، عمرهم ما يحسوا باكتئاب. اكيد. صح ولا لا؟ صح. انا مش عارفه ابتدي مين بقى، مين اكبر فيكم؟ انا. ايه ده بقى على طول قلت ولا همك؟ بصوا مفيش مشكله، ايه انا كبيره عادي جدا، انا اكبر منكم سنا انتوا الاثنين، بس انتوا اكبر في المقام. ربنا يبارك، ربنا يسعدكم يا حبايبي. طب نبتدي من اكبر سنا؟ طبعا شرف. احتراما يعني. اكيد. سعاد كلميني عن المهنه الصعبه قوي 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 اللي انت بتشتغليها. انت بتشتغلي في الحديد، مفيش اقصى من كده، حاجه قاسيه جدا. بتشتغلي كده ازاي؟ وهل مثلا انت وارثه المهنه دي عن والدك مثلا فكملتي فيها، ولا ايه الحكايه؟ انا مكتسباها مش وراثه، انا اكتسبتها. ثانيه واحده، يعني انت ما كنتيش لا والدك حداد مثلا بتقفي بتتفرجي عليه ولا لا انا اكتسبتها انا بخبرتي. ازاي بقى؟ طب ما اكتسبتيش مثلا خياطه ليه؟ لا انا بحب الحاجه الصعبه، الحاجه الشاذه. الله اكبر. لا مش شاذه، ده الحاجه الجدعه، الحاجه الصعبه. اه بحب ابقى مميزه كده، يعني في شغل او في حاجه ببقى سعيده جدا لما بطلع حته شغل وتنزل السوق كده ببقى سعيده. الله يسعد قلبك، ربنا يبارك فيك. انت مش من القاهره؟ لا انا من المنصوره. من المنصوره؟ ايوه. يعني من مدينه المنصوره نفسها؟ مدينه المنصوره نفسها. ماشي. بس مش صعب كده في البدايه ان تبقى في واحده كده جارتي ست حداده؟ ما حسيتيش باستغراب الناس بتستغربك مثلا؟ لا هي صعبه، كانت في الاول صعبه عليا جدا، وكنت بتبهدل وبتلسع بالنار وبتبهدل وكده، لانها كلها بتطلع شرز ونار وكده، بس حبيتها. ولو قعدت من غير شغل بتعب جدا والله العظيم. يعني يوم الجمعه ده بيبقى يوم صعب عليا، ان انا قاعده في البيت وما بنزلش، وبنزل الجمعه برده بشوف شغل، ما بعرفش اقعد. طب هقول لك سؤال. اتفضلي. في ستات كده يعني ايه، ستات انواع يعني، كل ستات افاضل فوق دماغي، بس في ست تحس انها شكايه كده والظروف والدنيا، وتحط ايدها على خدها وتنكد على نفسها وعلى عيلتها وعلى عيالها. انت دورتي على حلول، ما حسيتيش كده في لحظه تيجي في بالك يا ريتني كنت قاعده متستته في البيت كده ما اعملش حاجه، يا دوب اطبخ لقمه واقعد اتفرج على التلفزيون؟ بتعب نفسيا. تعبي نفسيا؟ لو قعدت في البيت بتعب، بتعب بجد.
بيبقى صعب عليا قوي لو قعدت في البيت، لازم انزل، لازم اقعد اخترع موديل، اقطع حديد، اعمل موديل جديد. يعني انت بتصممي كمان انا اللي الموديلات؟ بصمم، باخد مقاسات وبصممها وبعملها، بكسيها قماش وازوقها وانزلها اعرضها على التاجر، عكبته بيطلب مني الكميه اللي هي عايزها، انزلها على صفحته واعرضها، يطلبوا مني بقى اللي هم عايزينه. اللهم صل على النبي عليكي. طب انا اقول فيها ايه؟ وفي ناس ممكن تبقى قاعده دلوقتي شباب زي الفل ورجاله جدعان جدا، وقاعد الدنيا مقفله معاه فمش عايز يدوحر. اهي الست بتدوحر تصمم الحاجه وتنفذ الحاجه وتنزل تسوق لنفسها الحاجه، وعملت لنفسها صفحه وهي يعني مش حد مشهور، هي شهرت نفسها بشغلها اهو نماذج. طب في حاجات احبطتك خلتك مثلا تقولي ايه؟ لا خلاص بقى انا فاضيه انا مش قادره. لا ما بستسلمش، اتخبطت كتير، ما بستسلمش، بزيد قوه، بحصل لي مواقف في ناس منافسين بينافسين، ينزلوا الاسعار اقل مني، بيحاربوني، بزداد قوه وبزداد صلابه ومستمره الحمد لله. طب يعني ايه القمر دي؟ الايد طب الشقيانه كسبانه. الايه؟ الايد الشقيانه كسبانه. طب انا قاعده وسط اتنين الايد الشقيانه كسبانه. نكسب حب الناس اهم من الفلوس، ده كفايه ان دعوات الناس لينا على اللي احنا على شغلنا ده. طيب بصي بقى، اختك سعاد قالت لنا ان المساله جت معاها كده اللي هي يعني المهنه ما كانتش ورثه عن حد، انت مهنتك ورثه مثلا عن والدك، عن زوجك، عن مين؟ مش عن اي حد برضه. احكي لي ازاي. طب ابتدينا بدايه خالص كانت ظروف معايا صعبه جدا، طبعا كان نفسيتي تعبانه من الشقه والايجارات كانت غاليه والشقه اللي انا فيها رخيصه، فعشان اريح نفسيتي جبت البستيلا، اشتغلت شويه، كنت بشتغل نظافه بيوت، مش عيب ولا حرام. يا حبيبتي انا عايزه اقوم ابوسك. يا رب يخليك. ايه العيب؟ الله يخليك يا جماعه والمصحف الشريف، مفيش شغل عيب. انت تتحطي هنا. الله يخليك والله العظيم يا بنتي، انت ايدك بركه الحمد لله. يعني مش عيب، العيب بقى ان انت بنت صغيره في سنك زي القمر يا رب، وتقعد مثلا على مثلا منصات كده الناس بتقعد عليها تشحت او تعمل حاجات مش مهذبه. ايوه انت ست وفي سنك انت صغيره. أيوة. ففي ست زيك في طرق اسهل. بالظبط. انت اخترتي الصعب. انا نفسي اوجه رساله لاي بنت. قولي اهي الكاميرا بتاعتك اهي. لاي بنت في سني. قولي. بتمنى بجد من ربنا، هي الظروف ضاقت عليا، هي طبعا هو مش عيب ان انا احكي حاجه زي كده، انا قعدت 3 ايام انا وولادي ولا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجه، طبعا صليت وانا ساجده في الارض ان الله يحب عبده الذلول ولا حوح. ما تستسلميش للظروف وما تنزليش تعملي اي حاجه غلط، لان في رجاله فعلا كتير، انا واجهت حاجه زي كده، رجاله كتير ان هم بيقدموا لنا اغراءات بفلوس كتير. لا لا بس اسمع، انت ايه؟ انت تربيه بيت ابوكي؟ بيت امك والدك. امي ربنا يخليها لي، يعني انا والدي مش بيسال فينا خالص. الستات وشرف ليا. ستات مصر تحيه وتعظيم سلام وحياه ربنا، نموذج. انا يعني انا لو انا عليا انا افضل فاتحه كاميرا قدامك واخليكي تتكلمي، علشان انت هتاخدي ثواب في اي حد بيتفرج علينا ظروفه ضيقه، محبط، مش عارف يلاقي يعني نفسه. اتفرجوا على اختكم شروق. انا الحمد لله كل اللي طالباه منهم لو عايزين انزل اعلمهم اساعدهم، وياخدوا يوميه زيهم زي اي صنايعي مش مساعد، بس ما يعملوش حاجه غلط ولا حاجه حرام، واللي بيلجا لربنا عمره ما ربنا بيسيبه. انا شو لا استني معلش يا استاذ، انا مضطره، انا هقوم طبعا من مكاني، انا اسفه، انا لازم ابوسها وحياه ربنا. لا معلش انا اسفه يا استاذ، اللي بعمله ده غلط، انا يعني لازم ابوسك، ابوس راسك. شرف ليا والله. اسم الله اسم الله والله. ولا وانت كمان بوسه. لا 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 انت لازم تتباسوا، انت لازم تتباسوا والله. انا فرحانه قوي، انا فرحانه قوي والله، ويا رب في ميزان حسنات اي حد اللي بيصورونا والاستاذ المخرج الفقره دي ممكن ترفع معنويات ناس كتير، مصريين هم مصريين، ما قعدوش يعيطوا مصريين وستات. كلمي كلمي. مش بنعيط، نعيط ليه؟ الظروف بتضيق وكل حاجه، ده بيبقى امتحان من ربنا سبحانه وتعالى لينا، بيشوفنا هل هنستسلم، هل هنستسهل، ولا احنا لا هنقول يا رب. فطبعا ربنا بيدي كل واحد على قد طاقته، عمر ما ربنا بيدي حد اكتر من طاقته.
يا حبيبتي. ده الحمد لله اللي ماما مربياني عليه، عشان كده بقولك تربية ماما. طيب انا مش هقولك تقولي ايه للبنات، انتوا الاثنين تقولوا ايه لاخواتكم الرجالة المصريين اللي ممكن اقول ايه، بس يبقوا عبط شوية ويستسلموا ويقولوا ايه لا، حد يقول له الدنيا ومش عارف، يقول له اه يا عم الدنيا، ويقعد على القهوة او يقعد ايده على خده او يقعد يتخانق مع مراته. تقولي ايه لاخواتك الرجالة؟ اقول لهم بدل ما انتوا بتبصوا لنا وتقعدوا تنتقدونا وتقعدوا تتريقوا علينا، قلدونا احسن ما تحسدونا. ده اللي انا هقوله لهم.